الأمطار هي المياه التي تسقط من السماء على الأرض على هيئة قطرات صغيرة منفصلة، وفي بعض البلاد ينزل عبارة عن كرات صغيرة من الثلج، وتارة تكون الأمطار غزيرة وتارة تكون قليلة جدا، ويتكون المطر نتيجة لتبخر الماء عندما تسقط عليه أشعة الشمس، ثم يقوم الهواء الدافئ بحمل بخار الماء إلى أعلى في السماء فتتكون السحب، وفي داخل السحب يتجمع هذا البخار ويتكثف مكونا قطرات الماء الصغيرة التي تنزل بعد ذلك على الأرض من جديد على هيئة أمطار. وماء الأمطار ماء عذب صالح للشرب، فيشرب منه الإنسان والحيوان والطير، ونروي به الحدائق والأشجار والنباتات، كما أنه ماء طهور ونقي جدا، يصح أن يتطهر به الإنسان ويتوضأ منه ويغتسل ويستحم. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولذلك يا أصدقائي يعد المطر من رحمة الله تعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا. هيا احفظوا هذا الدعاء يا أصدقائي، دعاء نزول المطر: اللهم صيبا نافعا.